بنجيب طاسة وبنحط 4 كاسات سميد خشن، بعدها 2 كاسات سكر وملعقة صغيرة بيكنج باودر. بنخلط المكونات الجافة مع بعض، وهلأ بنزل ملعقتين كبار سمنة، بنخلطهم كتير منيح، وآخر شي بنزل 2 كاسات لبن بنخلطهم كمان. هلأ بنغطيها ونخليها من 4 ساعات ل8 ساعات. بعد 4 ساعات تقريبا بحركها شوي، بندهن الصحن بالسمنة، وهلأ بنزل الخليط وبنوزع الخليط بالصحن كامل. هلا اثناء التقطيع العجينه عم تلزق معي، ما بعرف ليش، مع اني دهنتها بالسمنه بس عم تلزق معي هيك. بحط عليهم لوز او كاجو، بنضغط عليها شوي، وهلا بحطها بالفرن من تحت على درجه حراره 180. هلا برجع بقطعها كمان، نرجع بنحطها بالفرن بس هالمره من فوق، وهيك بتكون عندنا جاهزه. عندي هون القطر حار، اخذ كميه منيحه وبنزل عليها. وبنستناها لتبرد تماما، بدها تقريبا 3-4 ساعات، وهيك بتكون الهريسة جاهزة. طالع منها قطعة،